طبعا اليوم عندنا رسالة إلى بعض المقاولين وإلى بعض الشركات المتلكة. يا حبيبي أنت المقاول اليوم من تستلم عمل، هذا العمل راح تحصل منه مليارات، بس هاي المليارات تريدها تصير من حلال، تريدها تصير من حرام وجهنم وبطنك وبطن عائلتك. من جاي تستلم عمل وتحفر الشوارع كل الطبل الشارع تحط لك بيه نقرة وتحفرها وتشريد، تسمعني، وتحصل مليارات بجيبك، ولو تتأخر بالعمل والأيام تركض ركض وباشر شتا جاينا، وهاي الشوارع بيها طلاب مدارس وبيها ناس كبار وبيها معلمين وبيها معلمات وبيها مدرسين، وانت عملك متلكي وانت جاي تربح مليارات، ما مشتغلهم بأبور ثبوك لو بفليسات الخلفك. اذا متابعة من المحافظة نايمين بس بالمركز ما يتابعون الأقضية والنواحي، واذا المهندس المقيم مالك فاسد ما يراقبك، اكو مراقبة الهية ربانية، الله يراقبك. تريد تحول فليساتك من حلال، تريد تحولهن من سرطان يصيح بنقنوق مخك، اشتغلوا عدل خافوا الله. الشوارع من تحفرهن كملهن، حفرت المجاري صبة، لا تخلي تحفر لك 20 شارع وطاح حظك وشردت، من الله لا أفكر. زين انت مقاول آليات ما عندك، زين انت مقاول اذا ما عندك فلوس شلون تستلم عمل؟ الله لا ينطيكم، الله لا ينطي جميع واحد عنده شركة لو مقاول يشتغل شغل ما ينصح امام الله. الله لا ينطي جميع واحد مقاول او عنده شركة ويستلم عمل وما يكمله بصورة صحيح وما يخاف الله، الله لا ينطيكم. باشر جاينا الشتاء واطفالنا تظل بالشوارع ما تداوم، ناخذ جايز.